عقدت لجنة رفع التجاوزات بمحافظة البصرة مؤتمراً أكدت فيه مواصلتها رفع جميع التجاوزات. وقال قائد عمليات البصرة اللواء ركن سعد محسن عرابي إن الأجهزة الأمنية ستدعم الحملة وتعمل على تأمين الملكات المشاركة في رفع التجاوزات. وبين المتحدث باسم محافظة البصرة معين حسن إن الرفع سيشمل كل تجاوز على الطرق أو المناطق الخضراء. موضوع زيادة التجاوزات على الأملاك العامة والأملاك الخاصة تم تشكيل هذه اللجنة برأس قيادة العمليات البصرة وعضوية السيد معاون المحافظ والسيد قائد الشرطة وبقية الدوائر الخدمية. هذه اللجنة تباشر بأعمالها لمتابعة زيادة التجاوزات على الأملاك العامة والأملاك الخاصة. موضوع زيادة التجاوزات هو موضوع فني بحت تقوم فيه دوائر الدولة. واجب القوات الأمنية هي حماية موظفي وآليات الدولة. ومن خلال هذا المؤتمر أوجه الدعوة إلى كل الأخوة المواطنين من أهالي البصرة الكرام اللي تم التجاوز على أملاكهم الخاصة تقديم أو الأوراق القانونية الخاصة بهذا التجاوز إلى اللجنة وإلى المحافظة لمتابعة إزالة التجاوز عن أملاكهم الخاصة. القطاعات الأمنية مستمرة سابقا بدعم وإسناد الدوائر الخدمية بزيادة التجاوزات، لكن الآن سيكون الزخم أكبر لهذه التجاوزات. بلغنا كل القطاعات اللي تعمل بأمر قيادة البصرة بإسناد هذه التجاوزات بزخم أكثر. هذه اللجنة يعني كما هو معلوم صدر فيها أمر من السيد محافظ، وبناء على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة عمل هذه اللجنة هو رفع التجاوزات، وبالتالي تعمل هذه اللجنة وفق أولويات، وستكون التجاوزات التجارية في مقدمة أعمال هذه اللجنة سواء كانت على الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة، وأيضا التجاوزات التي تقع عائق أمام تنفيذ المشاريع. هذه التجاوزات سواء كانت سكنية أو تجارية سوف تزال لأنها تقع عائق أمام تنفيذ المشاريع. إخوان، هذه سوف لن ترحم التجاوزات التجارية بصراحة أحكيكم إياها. مضت 20 سنة والآن بدأنا بخط الشروع للعمل في هذه اللجنة منذ يومين، وهنالك موقف يومي وأسبوعي يقدم إلى القائد العام للقوات المسلحة ويقدم إلى السيد المحافظ، وهذا مطلوب بشكل أمر أن نزود هذه الجهات بالموقف اليومي. لذلك المسؤولية ستكون على عاتق مدراء البلدية في الأقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية وأيضا بلدية المركز ولجنة رفع التجاوزات. هذه اللجنة تستند في عملها على القرار رقم 154 والذي يخول رئيس الوحدة الإدارية صلاحية رفع التجاوز بدون اللجوء إلى إنذار في الحالات القصوى والمهمة، ويكون رفع التجاوز على نفقة المتجاوز أيضا. فأخوان، سوف نلجأ إلى تطبيق هذا القرار وهو نافذ المفعول. لذلك نهيب بالمواطنين الكرام أنه تكون قضية التجاوزات في أولويات يعني اهتماماتهم. الأراضي التي هي تتبع إلى مواطنين لربما تركوا العراق، لربما هجروا، لربما يعني لأسباب كبيرة أو لأسباب يعني مختلفة تم الاستيلاء على أراضيهم، سواء كان من جهات متنفذة، من جهات قوية، من أطراف قوية، من منافسة شديدة حصلت بين البعض، منافسة غير مشروعة. بالتالي بإمكانهم اللجوء إلى هذه اللجنة لكي نتولى عملية رفع التجاوز وفقا للقانون. التجاوزات التي تقع على المناطق الخضراء، التجاوزات التي تقع على شبكة المياه الإسالة أو شبكة المجاري أو إلى غير ذلك أو الشبكة الكهربائية، إخوان، هذه تزال فورا وبدون أي تأخير.